عتيقة أبا جدرانها إلا أن تقف صامتة شاهدة بنفسها على عراقة المكان. تحيط بها بساتين نخيل ممتدة على مد البصر، مشكلة صورة غاية في الجمال. وزادتها تلك البحيرات بهاء جذاب، إنها ولاية المغير. تفتح ذراعيها لزائريها للتعرف عن كثب عن خبايا هذه المدينة المضيافة. في معالم كثيرة وفي مناطق سياحية كثيرة بالنسبة لوادي ريغ منطقة، وخاصة في جمعة، أنه فيه الجانب السياحي، فيه قصور، فيه بحيرات، فيه أماكن عدة للسياحة يعني. وجئنا لهذا السبخة ذكروها لعدة مرات، وفي هذا اليوم حضر المكتوب إن شاء الله، وجينا زرناها. شرح لي طريقة استخراج الملح في هذه المنطقة، كيف يكون رمل وكيف يجمع وكيف وكالات السياحة والأسفار تروج بهذا المسار السياحي من منطقة وادي ريغ انطلاقا من قرية أمطيور إلى دائرة جامعة التي تزخر هي الأخرى إلى قصر تميرنا العتيق وبحيرة عياط. لضمان خدمات أفضل لمحبي السياحة الصحراوية، كان لزاما أن تحظى المنطقة بمرافق سياحية لاستقبال قاصديها. نحن نرحب بجميع الوكالات على مستوى الجزائر، وراح يكون عندهم أسعار تخفيضية خاصة، وراح نستقبلهم بأحسن استقبال ونوجههم للأماكن السياحية. وعندنا طاقة استيعاب حوالي 90 سرير، فيه 28 بنغالو وفيه حوالي 40 غرفة. كذلك الولايات توفر على مشاريع قيد الإنجاز كفندق على مستوى مقر الولاية بلدية المغير اللي تجاوزت نسبة الأشغال به أكثر من 60%. لوحة طبيعية تسر الناظرين وتأسر قلوب الزائرين، تفتح أبوابها لقاصديها بكل حفاوة لاكتشاف ثرائها السياحي.